نساء لم يجدن فرصة عمل أو تعيين حكومي ولقتل الفراغ بدأنا بإدخال الأعمال اليدوية إلى صميم حياتهن اليومية حتى أصبحت دخلا كافيا إلى حد ما للكثيرات من خلال عرض منتجات في البازارات، ومن بينها بازار أقيم في مدينة بابل الأثرية. أنا كربة بيت أستغل وقت فراغي بالأعمال اليدوية، أشتغلها بالبيت وكذلك نعلم بنات على الشغل اليدوي، وحتى نقدر يعني نروج للسوق على هذا الشيء، يعني نستفاد منه دخل مالي إلنا يعني بالبيت. أي نعم، نقتل وقت فراغنا اللي يعني تدري إحنا المرأة العراقية هسه حتى تعيينات ماكو أو قليل التعيينات، فأحسن شيء نسويه هو الأعمال اليدوية، نشتغلها بالبيت ونروج عنها بضاعتنا، والحمد لله والشكر يعني أكو إقبال عليها هواية. أخيط ببيتي، فظليت أخيط ببيتي، فماكو أنت شاركت ببزار، فعن طريق البزار انعرفت، فقامت العالم تاخذ منتجاتي، قمت هسه أذب للسوق وشوي شوي شغل تطور، يعني صارت ما تقول دخل عندي وشهرة صارت من خلال البزارات اللي أشارك بيها. ما عندي أي، أنا رغم ما خريجة بس ماكو تعيينات. مشاركات من محافظات مختلفة ولكل مشاركة هدف، فمنهن من كان دعما للطالبات النازحات، ومنهن من اكتشفت في نفسها موهبة كامنة فقامت بتنميتها ليكون لها مشروع خاص، ومنهن من كانت داعمة لآثار بابل من خلال أعمالها ذات الطابع البابلي. شاركنا اليوم مهرجان ببابل، نعرض أعمال الطالبات ونعرضها للبيع حتى نشارك يعني الريع مالتها، نفيد به الطالبات اللي هم النازحات اللي احنا نعلمهم وندربهم هاي الحرف، نعلمهم الرسم على الشمع، الرسم على الصحون، رسم الفن النول ده نعلمهم عليه، وهاي الشغلات تفيدهم يعني تكون يعني تصير لهم مهنة انه يستفادون منها من خلال انه يعني يشتغلون الحاجة ويبيعوها تكون لهم مورد مالي. واليوم احنا جايين من بغداد واشتركنا ويا مراكز الام فيست بيم اثار بابل. يعني صار تقريبا اكثر من 5 سنين مهنة الخياطة، و ما نقول مهنة إنما شنو هواية الخياطة، ولكن زوجي شجعني بديت منها يعني شوية شوية، دخلت الدورة والبارحة الحمد لله والشكر فتحت مشروعي الخاص، هو مشغل أم البنين للخياطة النسائية والأعمال اليدوية، ويعني قدمت مشاركة بسيطة، تعرفوا يعني أم الحضارات بابل تستاهل من عندنا كل الخير. يعني بالنسبة لي مشاركة بآثار بابل ببازار للأعمال اليدوية والرسم على الزجاج، طبعا يعني كانت عدة مشاركات موجودة ومن ضمنهم منظمات، أيضا منظمات مجتمع مدني، بس أنا يعني الوحدي مشاركة. طبعا أنا رسم على الزجاج زائدا أعمال يدوية، أكثرية أعمالي اللي أنا أشتغلها يعني أعمال مثلا حسب الطلب أو كذا، بس حاليا بما أنه أنا يعني إن شاء الله أكون متواجدة يعني دائما ببابل، حتكون أكثرية أعمالي عن آثار بابل، مثلا بوابة عشتار، أسد بابل، لأن هذا أكثر شيء السياح اللي يجون يعني يطلبوها هي اللي موجودة. حاضرات في هذا البازار عبروا عن سعادتهم لدور المرأة وسعيها في إثبات وجودها على الساحات العراقية ومثابرتها على إيجاد فرص عمل حتى وإن لم تحظى بالتعيين الحكومي. الأعمال اليدوية اللي شفناها اليوم كلش حلوة ودشيد وتبرز نشاطات المرأة العراقية وجهودها المبذول، وإن هي دا تثبت وجودها بالمجتمع اللي نقول إحنا كله دا يحارب المرأة ونشاطات المرأة، فإن شاء الله يا رب عمل موفق وشغلات كلش حلوة وشغلات ما شايفيها يعني قبل. شفنا يعني كادر يعني شو أقول لك بشي روعة، واصلين يعني ما شاء الله نسائنا قاعد يحاولن إنه يطورون يوم عن يوم بأعمالهم اليدوية، فشوف يعني شو نقول إن شاء الله يعني للتطور أكثر وأكثر، خاصة هيك يعني هيك يعني شلون نقولها
بابل يعني تحتاج انه يعني نوصلها للشيء عالي يعني فوق الكل، لان يعني تستاهل هاي المدينه. وان شاء الله يعني انتم مثل ما قاعد تشوفون يعني شغلات حلوه. رغم الظروف التي تمر بها البلاد، الا ان المراه العراقيه ما زالت تصارع لإثبات وجودها في المجتمع. لبرنامج سامراء الصباح، سجاد الخفاج، محافظة بابل.